فلو صرت الى السينما ما فيش مجال انك عاد ترجع، خلاص بتدخل تشتري التذكره عاد تستخسر انك عاد ترجع تدخل الى 80% انك تشوف. اذا هنا في عندي حالتين امتصاص، تمام؟ توب سوبر انستنتيف اللي هي الحاله زيرو، يعني هنا في الحاله صفر، والحاله اربعه اذا وصلت لهم ما اشتغلش منهم، صح ولا لا؟ تمام. اذا الحاله دي فهمنا الحين كيف حاله الامتصاص، يعني ما تسمح لها، لقد وصلت خلاص تتكاسل انك عاد تخرج منها، تمام؟ اذا هذه عندي حالتين امتصاص ابسوربنج ستيتس، وهنا عندي ترانزيت ستيتس، يعني ثلاث حالات انتقاليه تسمح بالانتقال منها. واضح؟ طيب يلا نشتي الان نكون الترانزيت ماتريكس، او عفوا الترانزيشن ماتريكس، ومصفوفه الاحتمالات الانتقاليه لهذا المخطط، من هذا المخطط. ها كيف راح نشوف كم عندي حالات هنا؟ خمس حالات، صح ولا لا؟ سلسلة ماركوف، هذه هي سلسلة ماركوف مصر. ايش بستفيد من سلاسل ماركوف المصر؟ من خلال سلاسل ماركوف المصر استطيع ان انا اجاوب على ثلاثة اسئلة هي كالتالي: ما هو احتمال ان تنتهي العملية او السلسلة في اي حالة من الحالات الخاصة المتوفرة لديك؟ استطيع ان اقول هنا ممكن ان تنتهي الحالة، السلسلة هذه ممكن تنتهي إلى الصفر كحالة ماصة أو إلى الأربعة كحالة ماصة. بأي احتمال ممكن تنتهي بالصفر؟ وبأي احتمال ممكن تنتهي في الحالة رقم أربعة، الحالة الماصة الأخرى، تمام؟ وهذا طبعاً اعتماداً على أي نقطة انطلقت منها، سواء انطلقت من الواحد ولا من الاثنين ولا من الثلاثة، تمام؟ إذا
إذا انطلقت من درجة الواحد فالاحتمال الكبير أنك تقع في الحالة الناصة زيرو، تمام؟ إذا انطلقت من درجة الواحد فاحتمال أنك تقع في الحالة الناصة زيرو أكبر من أن تقع في الحالة الناصة أربعة. لكن إذا قلت هنا عند الآفة عند الحالة ثلاثة فاحتمال أكبر أن تقع في الحالة الناصة رقم أربعة أكثر منه من وقوعك في الحالة الناصة زيرو. طبيعي ولا لا؟ ايوه اذا قلت كذا بالمنتصف تمام اذا عند الاثنين ايوه بتكون الاحتمالات متساويه هنا. وهنا كمان السكن تحسبها انت كمان بالحسابات. طيب السؤال الثاني ممكن نجاوب عليه، بعد كم من الوقت يعني بعد كم من الخطوات او من الفترات الزمنيه سيدخل النظام في حاله الامتصاص؟ لما يدخل النظام في حاله الامتصاص يا شباب معناته انه شو؟ انه خلاص لن يطرا اي تغيير مستقبلي على النظام. تمام، شبيه جدا بحالة ليش؟ بحالة الاستقرار. بس هنا ما كانش الاستقرار يعني كذا استقرار حقيقي انه استقرار في كل شيء، لا، بس سبب بحالة انه بحالة امتصاص دخل انه خلاص طالما النظام وصل الى هذه الحالة فهذه الحالة لا تسمح بالخروج منها، مش انه اصبح في تشبع ولا شيء، لا، سبب حالة الامتصاص هذه. فبعد كم من الفترات نستطيع ان نقول بعد كم من الفترات أو بعد كم من الزمن سيدخل النظام في حالة في حالة الامتصاص. كذلك كم من المرات أو كم من الفترات سيمر النظام أو السلسلة بالحالات العابرة أو بكل حالة عابرة قبل الامتصاص. أنت قبل لو مثلا من الواحد مرور أنت بتمر جهة اليمين، من الواحد جهة اليمين أنت بتوصل للأربعة حالة امتصاص، إذا نستطيع أن نقول نجاوب على كم مرة بتمر في الحالات العابرة قبل أن توصل إلى حالة الإيش؟ على إلى حالة الامتصاص. نشوف مثال إن شاء الله وتنوضح الفكرة فيها بشكل كبير. طبعاً الإجابة على هذه الأسئلة في كل الأحوال يعتمد على على الحالة أو النقطة التي بدأنا منها. ويعتمد كذلك على إيش؟ على مصفوفة الاحتمالات الانتقالية، على الترانزيشن ماتريكس. لحل مسائل اللي بتكون فيه بالشكل هذا. هذه مسائل نوع من الخاص. تمام، اللي بيكون في عندك انت ابسورد ستيتس في الامثله اللي ذكرناها لحد الان ما كانش في عندك ابسورد ستيتس، صح ولا ما كانش في صف فيه قيمه البي اي اي كانت واحد والبقيه كانت اصفار، لا صح ولا لا؟ هنا هذه حاله خاصه، كيف بنحل هذه المسائل؟ هذه المسائل بالطريقه المختصره تماما تعيد ترتيب ايش؟ الترانزيت ماتريكس ترانزيشن ماتريكس، تعيد ترتيبه بحيث تخلي اول الترانزيت ستيت هذه تخليها الاول، شوف هذه مش ترانزيت ستيت، هذه الحالات تكتبها الاول والابسوربنج ستيت تكتبها بعدين. تمام، شوف كيف يعني تكتب حالي بالشكل الثاني. تعمل يكون تكتب الترانزيشن ماتريكس هذا نكتبه الان بالكانونيكال فورم، يقول لك تكتبه بالكانونيكال فورم يعني بالشكل المعياري او بالشكل القياسي، تمام؟ فبيكون عندك بهذا الشكل. هنا بيكون عندك تي اس، اول حاجه تكتب التي اس اللي ترانزيت ستيتس وبعدين تكتب الابسوربنج ستيتس. هنا كما تكتب الدي اس وبعدين الابسوربنج ستيتس بيطلع عندك الان سب ماتريسز. سب ماتريسز يعني مصفوفات فرعيه. المصفوفه الفرعيه هنا بيطلع لي هنا مثلا بيطلع لي المصفوفه الفرعيه هذه النوع 3 في 3 بسميها كيو. وهنا بيطلع لي مصفوفه فرعيه من نوع ايش تكون 3 في 2 بسميها مصفوفه ار. تمام، وهنا بيكون عندي نول ماتريكس. نول ماتريكس يعني مصفوفه صفريه من نوع 2 في 2 بهذه المساله. وبيطلع لي هنا مصفوفه وحده ايدنتيتي ماتريكس اي. ايدنتيتي ماتريكس تمام يعني ايش الايدنتيتي ماتريكس؟ 1 0 0 1 هذا بيطلع عندك كده. طيب خلينا نشوف الكلام هذا كيف. ها شوف الكلام نكتبه كده.
أول كنا نكتب ليش ترانزيت ستيتس يعني بدأ أكتب أول الواحد ثم الاثنين ثم الثلاثة بعدين الصفر وبعدين الأربعة تمام يلا اكتب لي الواحد كم هو نص زيرو زيرو نص زيرو زيرو تمام طيب بعدين زيرو نص زيرو نص رقم اثنين زيرو نص زيرو نص زيرو طيب رقم ثلاثة زيرو زيرو نص زيرو نص زيرو زيرو نص زيرو نص طيب رقم الصفر الآن أول واحد وان زيرو 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 رقم أربعة زيرو 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 وان طيب أنا رتبت الآن أوكي أنا رتبتك الآن هنا إنه خليت الأولين هذول الترانزيت ماتريكس الستيتس وبعدين هنا أنا بسوربنج ستيتس لكن هنا ما غيرت لسه هذا ما زال صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة صح ولا لا؟ أنا غيرت الآن ليش؟ أصلوا لما غير الأعمدة الآن ها غير الأعمدة ما عاد احتاج لهم تمام خلاص أنا معك نعم كيف أغير؟ أغير منين؟ نعم يلا شوف الآن الخطوة الأخيرة البي إيش تغير؟ هذا خلاص الصفوف أنا تغير تغير الأعمدة الآن إيش تعمل؟ تعمل هذه الأعمدة في البداية الثلاثة الأولى واحد واثنين وثلاثة وبعدين الصفر والأربعة تخليهم في النهاية تمام لا؟ إذا شوف زيرو يلا زيرو هذول العمود الأول زيرو نص زيرو 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 نص زيرو 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 طيب الاثنين نص زيرو نص نص زيرو نص زيرو 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 تمام زيرو نص يبقى رقم ثلاثة زيرو نص زيرو نص زيرو نص زيرو 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 يلا الآن العمود زيرو نص نص زيرو 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 وان زيرو وان زيرو العمود فور زيرو زيرو, زيرو. نص نص زيرو, زيرو. خلاص انتهى لاحظ الآن هذا هو كان واحد اثنين ثلاثة صفر أربعة صح وهذا واحد اثنين ثلاثة صفر أربعة معي شباب لا هذا مش كانت واحد اثنين ثلاثة هذا اللي كنا نعتبره ترانزيت ستيتس ولا لا؟ والزيرو والاربعة ابسورد ستيتس تمام ولا لا؟ يلا شوفها كده تمام هذه ترانزيت ستيت هذه ترانزيت ستيت هذه ابسورد ستيت هذه ابسورد ستيت صح ولا لا؟ تمام ايوه شوف هذه الان هذه المصفوفة السب ماتريكس هذه المصفوفة الداخلية والفرعية هذه اللي نسميها هنا الكيو والآر شو قلت لك تكون ثلاثة في ثلاثة تمام وهذه يعني طبعا هنا المسألة هذه هنا ثلاثة في اثنين وين هي؟ هذه الآر السب ماتريكس آر هذه المصفوفة آر تمام ويبقى لي النول ماتريكس الأو تمام مصفوفة سطرية كل عام صفحة أصفار هذه شايف مصفوفة سطرية طيب والآي الأيدنتيتي ماتريكس مصفوفة الوحدة بنسميها الأيدنتيتي ماتريكس مش مصفوفة الوحدة هي المصفوفة اللي في المطر الرئيسي حقها واحد واحد واحدات والباقي كله أصفار تمام هذه مصفوفة بنسميها مصفوفة الوحدة لما تكون بعمل الواحد في الضرب لو ضربت أي مصفوفة في هذه المصفوفة في مصفوفة الوحدة بيطلع لي نفس المصفوفة فتقول بعمل ليش؟ بعمل الواحد إذا هذه مصفوفات مهمة كثير بس نستفيد منها الآن نستفيد منها الآن تمام نعرف شو الفندمنتال ماتريكس المصفوفة القياسية تمام هذه ايوه هذه الكيو وهذه الار تمام وهذه الايدنتيتي ماتريكس هاي كبيره كده وهذه النور ماتريكس او الزيرو كده او ها طيب
المصفوفة الأساسية fundamental matrix لكل مصفوفة احتمالات انتقالية B في سلاسل ماركوف الماصة مصفوفة أساسية نرمز لها بـ F من كلمة fundamental. تمام. المصفوفة الأساسية هذه fundamental matrix شوف الـ F تساوي هذه الأشياء الـ F هذه fundamental matrix مصفوفة أساسية هذا بتساوي شباب شوف الآي مصفوفة الوحدة طبعا المصفوفة الوحدة المناسبة شوف ناقص ليش ناقص الكيو إنفرس هذه قاعدة إنفرس أيوة طبعا عندك الكيو نوع ثلاثة في ثلاثة صح ولا لا فانت توجد الاي اللي هي من نوع ثلاثة في ثلاثة تمام ولا لا؟ فشوف هنا مثلا اللي مسألة حقنا هذه الاف بتساوي شوف الاف بهذه المسألة حقنا الكيو كمين؟ ثلاثة هذا الكيو يلا نطرح من الاي الاي المناسبة اللي من نوع ثلاثة في ثلاثة لان هذه مصفوفة ثلاثة في ثلاثة فالاي اللي هي ثلاثة في ثلاثة ايش بتقول؟ 1 0 0 0 1 0 و 0 0 1 صح ولا لا؟ يلا اطرح الآن اطرح ايش يكون عندي؟ ها؟ 1 المصفوفة الآي حتى ايش تكون؟ 1 0 0 وبعدين 0 1 0 وبعدين 0 0 1 الآن عندي يلا اطرح هذه الآية الآن الآية اطرحها من الكيوب 1 ناقص صفر كم؟ 1 ثم 0 ناقص نص ناقص بعدين زيرو ناقص زيرو بعدين واحد ناقص نص زيرو ناقص نص عفوا زيرو ناقص نص ناقص واحد ناقص زيرو واحد ثم زيرو ناقص نص ناقص نص ثم زيرو ناقص زيرو زيرو ناقص نص واخيرا واحد هذه ممكن تنفس هذه شوف تقول لي الانفرس هذه نسى الانفرس مقلوب هذه المعكوس معكوس هذه المصفوفة تمام هو اللي بنسميه فوندمنتال ماتريكس معكوس هذه المصفوفة تتذكروا كيف تقول المعكوس؟ ها؟ هتتذكروا من الجبر كيف تقول المعكوس المصفوفة؟ عملية طويلة لكن بالآلة الحاسبة اكتب أس اكتب المصفوف هذا اعمل له أس ما مانس واحد تطلع لك المصفوف على طبعا لأنه طويل إنك توجد معكوس المصفوفة أو توجد الديترمينانت حق المصفوفة هذه تمام إذا يكون المعكوس تمام توجد بعدين مصفوفة العوامل المرافقة لهذه ثم توجد مدورة مصفوفة العوامل المرافقة تضرب هذه في مقلوب في ليش يكون عندك كده واحد على determinant of A في ايش؟ في الـ C transpose هذا معكوس المصفوفة اللي يساوي الـ C هذه الـ determinant تعرفه اللي هو محدد المصفوفة كيف توجد محدد المصفوفة هنا؟ كيف محدد المصفوفة الـ determinant حق المصفوفة هذه يعني ايش تضرب؟ واحد في واحد في واحد زائد سالب نص في سالب نص في زيرو زائد صفر في هذا به بعد الناقص هذا زائد هذا زائد هذا يصير تمام معكوس المصفوفة تمام عملية تمام مش نضيع الوقت فيه احنا لأنه بتاخذ مننا وقت لأنه وجد معكوس المصفوفة على الأقل يعني ربع ساعة 20 دقيقة وجد معكوس المصفوفة استخدم الآلة حسنة توجد معكوس المصفوفة بالتالي تكون حتى حصلت على الإيش؟ على الفندمنتال ماتريكس طيب إيش الفائدة للفندمنتال؟ ايش الان بقول لك مكونات المصفوفه الاف هذه الفندمنتال ماتريكس اللي نسميها الاف سمول اي جي تعطينا العدد المتوقع للفترات التي سيكون فيها النظام في الحاله الانتقاليه اس جي اذا بدا من الحاله الانتقاليه اس اي تمام اعطيت لك هنا مثال في هذه المساله نفسها تمام اعطيت لك المعكوس أعطيت لك المعكوس معكوس هذه المصفوفة الـ F شوف أعطيت لك معكوس هذه المصفوفة
لكن ما حتى عشان أطمن أنكم تعرفوا تستخدموا التطبيق هذا بس. تمام؟ التطبيق هذا شوف إنه هذا مش أيوة